اهلا وسهلا بكم في قناة لما آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار الاستعداد لفروض الدورة الثانية وبالضبط الفرض الثاني للدورة الثانية بالنسبة للسلك الإعدادي، هنشوفوا نموذج للفرض الثاني الدورة الثانية بالنسبة للأولى إعدادي ماتيير سيونس فيزيك العلوم الفيزيائية أو الفيزياء. هنخدموا الفرض الثاني للدورة الثانية مادة الفيزياء بالنسبة للأولى إعدادي مسلك دولي يعني بالفرنسية. نموذج غتلقاو على شكل بي دي اف في صندوق الوصف، بس تبدو من نموذج وتخدمو من بعد تشوفو التصحيح. إذا نبداو بالنسبة لإكزارسيس أن. إكزارسيس أن كيسيون أن رولي باغ أن تخي شاك غوندور فيزيك سون سامبول سون يونيتي. إذا نحاولو نربطو بالنسبة لكل، اذا بالنسبه للكورون الكتريك عرفتوه بالرمز ديالو وكذلك بوحده القياس ديالو. اذا عندنا بالنسبه للكورون الكتريك التيار الكهربائي لا طونسيون الكتريك التوتر الكهربائي، وبالنسبه لا ريزيستانس ديال المقاومه الكهربائيه. اذا نحاولوا نربطوا كل مصطلح بالرمز ديالو وكذلك بوحده القياس ديالو. بالنسبه للكورون الكتريك كونتيني، الرمز ديالو هو ماذا؟ هو اي، وبالنسبة لوحدة القياس ديالو هي الأمبير. بالنسبة لتنسيون إلكتريك الرمز ديالو هو U، وبالنسبة لوحدة القياس ديالو فهي الفولت. بالنسبة لغيزيستانس إلكتريك الرمز ديالها هي R، وبالنسبة لوحدة القياس فهي ماذا؟ فهي الأم. سالينا سؤال إكزارسيس 1 وباس على كاسيون 2 إكزارسيس. ألور كاسيون 2 ريبوندر بار فري أو بار فو. إذا نقرأ جملة ونجاوبو بصحيح أو خطأ. Pour mesurer le courant électrique, nous utilisons l'ampèremètre. Oui, alors صحيح, correct. إذا باش نقيسو إذا التيار الكهربائي أو شدة التيار الكهربائي كنستعملو واحد الجهاز لي غنشوفو هو لي كيسمى لامبيرميتر. إذا غنكتبو هنا الجواب، إذا هنا صحيح vrai. إذا غنمشيو الجملة الثانية، nous insérons l'ampèremètre en parallèle. إذا بالنسبة هنايا خطأ، لأن بالنسبة لامبيرميتر يعني كركبوه اون سيري يعني على التوالي وماشي باراليل على التوازي. إذا هنا غنكتبو فو. تخي بيان، اون باس على فراز 3. لو ميور كوندكتور بوسيد اون ريزيستانس إلكتريك فابل. إذا هنا يعني أحسن كوندكتور هو اللي عنده مقاومة يعني ضعيفة. إذا جواب نعم صحيح. إذا غشفتو العلاقة، إذا هنا عندكم جواب فغي. On passe à la question 3. Convertir. إذا التحويل. إذا عندنا 150 ميغا أمبير، نحولو الأمبير. إذا باش نحول من الميلي أمبير الأمبير خصني نضرب، إذا هنايا خصني على حسب بغيت نحول من ميلي أمبير الأمبير كنعمل تقسيم 1000، ولكن بغيت نرجع من الأمبير ميلي أمبير خصني نضرب 1000. إذا هنا عندنا من ميلي أمبير الأمبير، إذا هنا نعمل تقسيم، إذا نعمل تقسيم 1000، إذا تقسيم 1000. إذا هنايا أخدينا 150 ميلي أمبير قسمنا على 1000 تعطينا 0.15. إذا نكتب هنا 0.15 أمبير. تخي بيان، أون باس على يعني ميزور يعني القياس الثاني اللي هو 1.34 كيلو أم ديال المقاومة. إذا باش ننتقل إذا من الكيلو أم لأم خصني نضرب هنايا العلاقة، خصني نضرب هنا في 1000، إذا عمل هنا في 1000. إذا هنا عندنا في 1000، رجعنا إذا هنا خصني نضرب في 1000، إذا كتبها لكم هنايا. إذا بغينا نرجعو للعكس، من الأم لكيلو أم كنعمل تقسيم 1000، إذا هنا 1.34 كيلو أم نضربها في 1000 تعطينا 1340 أم. نعم، on passe à l'exercice 2. سلمى، إذا هنا سلمى بأ a voulu mesurer la tension électrique entre les bornes de la lampe. Elle et l'intensité qui la circule et a suggéré que l'installation soit terminée, mais a oublié de mettre les noms de deux appareils de mesure. إذا هنا سلمى، أوكي بغات تقيس لا تونسيون شدة التيار الكهربائي ما بين هاد لي لامب، ما بين هاد المصابيح بجوج، أوكي؟ elle l'intensité qui circule. إذا هنا L هي l'intensité، وهنايا a suggéré que l'installation يعني l'installation سالتها، ولكن سالت ما تكتب هاد الأسماء ديال الجهاز الأول والجهاز الثاني. إذا question 1
compléter le schéma de circuit en utilisant les symboles des appareils. إذن هنايا بالنسبة لجهاز 2 إذن مركب على إيش؟ على التوازي. إذن شنو هو الجهاز اللي كيتركب على التوازي؟ هو الفولتوميتر. إذن هنا نكتبو نعملو الرمز في بالنسبة للرمز ديال الفولتو. إذن فولتوميتر. إذن نمشو بالنسبة عندنا بالنسبة لهذا الجهاز واحد فهو مركب على إيش؟ على هنايا أون سيري يعني على التوالي. والجهاز اللي كيتركب على التوالي هو لامبيرمتر. اذا هنا الرمز ديالو اللي هو ا كبيره. اذا عندنا هنا ا. اذا هنا عندنا ا. اذا هذا هو الجهاز واحد. اذا بالنسبه للفولت هنا بالنسبه للفولتوميتر كيتركب اون باراليل على التوازي. اذا هنايا وبالنسبه لامبيرمتر كيتركب على التوالي الرمز ديالو ا. اون باس على الكيسيون دو ريبريزونتي لو سونس دو كورون الكتريك دون لو سيركوي. إذن بالنسبة لهنايا غنعملو يعني مسار ديال التيار الكهربائي في هاد السيركوي. إذن هنا بالنسبة للمسار غنمشي من القطب الموجب يعني من الزائد للقطب السالب. إذن هنا خصنا نعملو إذن هنا بالنسبة للأسهم كيفاش غنمشيو. إذن كما قلنا غنمشي من هنا أوكي وخصني أوسي هنايا. إذن الرمز الثاني حنا ماشيين حتى كنوصلو. إذن كوم سا تخي بيان. ممكن نزيدو هنايا كوم سا كوم سا. اذا تنوصلو اذا هنا بالنسبه تنوصلو يعني من القطب الموجب للقطب السالب. اذا اون باس على كاستيون 3 دوني لا فالور دو لانتنسيتي اي كو لون بيرمتر انديك با ا اوكي اي هنايا اي هنا بالنسبه للامبير او الميلي امبير. اذا اول حاجه هنا عندنا لامبيرمتر. إذا باش نقيس شدة التيار إي إذن أشنو العلاقة؟ كنعمل سي اللي هو ماذا هو الكاليبغ اللي كيكون القياس ديالو هنايا. كنضربو في إن صغيرة اللي هي فين كيشير هاد السهم. وكنقسم على عدد التدريجات هنا يعني هنا عدد التدريجات كاملين اللي كاين في هاد الجهاز هو 100. إذن غنكتبو العلاقة تخي بيان. عندنا أونا أونا كوا. إذن نكتبو العلاقة قلنا كوا. عندنا العلاقة ديال إي أشنو كتساوي. إذا هنا غنعمل إي. إذا هنا قلنا دو بوان. إذا قلنا أوكي دو بوان. إذا أشنو عندنا إي بالنسبة لإي أشنو كتساوي لنا؟ إي تساوي ماذا؟ تساوي سي أوكي في ماذا؟ إذا سي في إن كبيرة. وكلشي غنعمل له تقسيم ماذا؟ إذا هنايا تقسيم. اذا عندنا تقسيم ان. اذا اوكي اذا تقسيم. اذا بالنسبه للسي وكلشي تقسيم ماذا؟ تقسيم عندنا تقسيم هنايا. اذا هنا غيكون عندنا السي في ان صغيره باش يكون عندنا هنا عندنا ان صغيره يعني تدريجات اللي كيشير ليها. اذا اللي كيشير ليها اذا انا باش نشرح لكم اكثر. اذا هنا غتكون عندنا ان صغيره وهنا نقسموها على ان كبيره اللي غتكون بالنسبه يعني هنا عدد التدريجات كامل. اذا غنشوفوا اذا هاد سي اللي كاينه. اذا هنايا باش يبان لينا مزيان اذا عندنا سي هنايا. هاد سي هي هاد الكاليبر اللي كتشيل ليه اللي كيكون هنايا في هاد الجهاز. اذا وعندنا ان صغيره هي هاد يعني هاد السهم فين كيشير يعني عدد التدريجات. وبالنسبه لان كبيره هي عدد التدريجات الكلي ديال الجهاز. اذا نجيو نكتبو هنايا تساوي ونعوضو بالقيم. اذا نعملو تساوي ونعوضو بالقيم. اذا عندنا السي هاي ديجا عندكم هي بالامبير. اذا نكتبو 10 اذا بالامبير من بعد عاد نحولو ميلي امبير. اذا 10 اوكي فياش غنضربوها في هنا يعني عدد التدريجات اللي كيشير ليه الجهاز اللي هنايا 80 وهنايا كاين خاوي هنا 100. اذا ما بين 80 و 100 عندنا 90. اذا غنضربو في 90. هادشي كامل غنقسمو على عدد التدريجات الكلي اللي هو كامل هنايا عندنا 100. اذا غناخذ هنا بالنسبه وغنقسمو على كوا؟ غنقسمو على 100 اللي هو عدد التدريجات الكلي. اذا هنا شنو عندنا؟ 100. اذا غنكتبو 100. اذا ويبقى لينا دابا غير الحساب. اذا شنو غنعمل هنايا؟ اذا شنو عندنا؟ حيدنا الاصفار. انا نحيدو صفر الاول ونحيدو الصفر الثاني وعيبقى لي اذا واحد في تسعود اللي هو تسعود اذا امبير. اذا عندنا تسعود امبير
اذا نكتبو 9 امبير، ولكن هما طالبين منا انني نحولو الميلي امبير. باش نحول ميلي امبير اشنو كنعمل؟ خصني نضرب في 1000، اذا خصني نضرب في 1000، اذا 9 نضربها في 1000 هي 9000، اذا 9000 ميلي امبير. هذه هي النتيجه. Très bien, on passe à la question. إذن ممكن نزيدو هنايا donc ولا alors. إذن alors. إذن كنتيجة. إذن هنايا النتيجة. إذن نتيجة alors. إذن كتساوي. إذن كتساوي ممكن تخربو حتى هنايا باش يبان لكم. Très bien, on سالينا question 3. On passe à la question exercice 3. Mounir voulait que la lumière de la lampe soit moindre et il a complété le circuit électrique représenté sur le côté, mais la lampe n'a pas changé. Aidez Mounir à réduire l'éclairage de la lampe en proposant un schéma correct de circuit. Et donc, moi, Aidez Mounir, je vais vous donner le schéma. Et donc, je vais vous le schéma. Et donc, je vais vous schéma. Il y a une question de résistance qui est en train يعني إن قصدو خاص نركبو على التوالي. إذا شنو غنعملو هنايا؟ إذا نحاولو نصحو غير في هذا، ممكن نتوما تعاودو لو شيما فوطاطا. إذا غنزول هذا اللي كاين هنايا وخاصو يتركب على ماذا؟ على التوالي. إذا هنا هاد ريزيستانس خاصو يكون هنايا، إما تركبو في هاد الجهة ولا جهة أخرى، يعني ممكن تركبو، المهم أنه يكون على التوالي أون سيغي. إذا إما يكون هنا ولا يكون هنايا. إذا شنو غنكتبو هنايا؟ نعملو الرمز ديال الريزيستانس اللي هي ماذا؟ اللي هي R. اذا نعملو الرمز ديال R. اذا هذا هو الشكل، هذه ما كايناش، هذا هو الشكل الصحيح. On passe à la question suivante. Question 2. Déterminez les couleurs enregistrées sur ce conducteur ohmique si vous savez que sa résistance est R est égale 7400 oméga. اذا نحاولو نحددو les couleurs de l'anneau 1 2 3. اوكي؟ اذا هنا عندنا بالنسبه لواحد، اذا في ار غنشوف الريزيستانس، عندنا الرقم الاولاني اللي هو واحد يمثل هنايا هو 7. اذا غنجي في هاد الطابلو نقلب على 7. اذا 7 تمثل فيولي البنفسجي. اذا غنجي نكتب هنايا فيو فيولي. اذا نكتبو فيو فيولي. تري بيان، غنمشيو كولور دو لانو 2. لانو 2 كتمثل الرقم الثاني اللي هو 4. اذا غنجي هنايا وغنقلب في الطابلو على 4 اللي كتمثل لا كولور جون، وغادي نكتب هنايا جون. تري بيان، بقى لينا بالنسبة ل 3 هما الأرقام جوج، يعني 0 0. عندنا 0 0، إذا عندنا جوج، عندنا جوج. إذا غنجي للطابلو هنايا ونقلب على جوج اللي هي روج. إذا غنكتبو روج. تري بيان، إذا عندنا هنايا بالنسبة عندنا روج. إذا بالنسبة روج، إذا كناخد الرقم الأول كيمثل لانو واحد، الرقم جوج كيمثل لانو 2، وبالنسبة ثلاثة يعني عدد الأصفار اللي بقات لينا. كانوا عندي ثلاثة الأصفار، غنجي هنا نشوف ثلاثة ونعمل أورانج. عندي هنا جوج أصفار، عندي روج. كانوا عندي ربعة الأصفار مثلا، أنا كنعطيكم مثال، أنا من جون. إذا هذا هو تصحيح التمرين، وبهذا نكونو سالينا التصحيح ديال هذا النموذج. نتمنى نكون فدتكم. شكرا وإلى اللقاء.